فالناس اللي عندهم اللي تعرفوا يستعملوا اوراق الزيتون عيب يكون عندنا الربو في هذه البلاد. تتبخر مع شويه الماء ومع العسل وتتشرب. نقدروا نضيفوا العرق سوس، نضيفوا له اشياء اخرى واخا، ونستعملوه 4-5 مرات في اليوم فهو مفيد. مزيان اللي عنده التونسيون تيهبط التونسيون، اللي عنده التونسيون طالعه تيتغلى وتيتشرب. مزيان اللي عنده السكري، السيده عندها السكري منذ مده اكثر من 15 سنه، عينها بدات تتعيا ورجليها بدات تتعيا، سبحان الله بدات تتبع اوراق الزيتون مع ازير والشيح من بعد الاكل، وتبعت الوصفه ديال قريص النحل مع العسل، عينيها بدات تصفى، بدات تشوف افضل، رجليها بدات ترتاح، بالخصوص السكر بدات ينزل. البارح قالت لي وصلت ل 0.82، صفر قل من غرام، قالت لي ما عمرها ما عشتها. ان شاء الله شي كله مع الاخوه راه عندهم مطبوعات ونعطيكم هذه الاشياء من بعد. اذا فاوراق الزيتون مغلى مع العسل تيهبط التونسيون تيقوي القلب. كذلك نقدروا نعطي وتيهبط الوزن، ورق الزيتون ماء ازير الا خديناه مع الماء ومع العسل تيهبط الوزن وتنقي الكلى، تنقي المصارن وتيقوي الذات. ورق الزيتون مع ازير مغلى مزيان لاسينيزيت. عندنا مواد كثيره مفيده جدا، خصنا تعلمون نستعملوها ان شاء الله. غنحاولوا نوضعوا مطبوعات، والاخوه الكرام راهم في النصيحه باذن الله، وهذه المطبوعات حاولوا نوجدوها حتى نعمموا هذا الوعي بشكل صحيح. اذا هذه اوراق الزيتون، اوراق الزيتون اللي تيربي النحل عندنا ناس ولاو تيبخروها وتيبخروا بها الصندوق تاع النحل. قال لك ذاك التونيا وذاك الامراض ما بقاتش. اوراق الزيتون تنبخروا به النحل والنحل تيبرى من الامراض. اذا علاش نستعملوا حنا السموم من الادويه والكيماوي من الادويه؟ سبحان الله، ما معنى الكلام؟ اذا اما عقولنا جامده تفكر بعقل الاخرين، الا الكافر تفكر في بلاصتنا اذا غادي يعطينا الشيء اللي غادي يبغي هو. الا كان حسن النيه غادي يعطينا من الحرام بحال الكحول بحال الخنزير بحال هذه الاشياء، ولا كان حقود ما نبيع لك حتى تخلص مزيان، ولا خلصيت عندك الشيء اللي يبقى في الادويه باش قادم من مريض. اذا لا ثقه فيه، بالعكس حنايا ماشي ضد نشريو من عنده الا باتنا المصلحه، ولكن حنا نكونوا سيدي المواقف، حنا اختاروا اللي يصلحنا باذن الله تعالى. مادام طبيعي موجود ان شاء الله الخير يعم باذن الله تعالى في قوه والراحه ان شاء الله. اذا اوراق الزيتون، زيت زيتون كل شيء تعرفها، وزيت زيتون زيت خاد على الريق، معلقه كبيره الى 3 المعلقات. لي مولف تياخذ 3 المعالق ديال زيت الزيتون على الريق.